السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نوريكم وغادي نفهمكم شنو هي الجدادة. جميع الجدادات كيتشابوا بحال هذا الشكل اللي كتشوفوا، يعني كيفاش كنديروا التخطيط لهاد الجدادة بحال هذا الشكل. هذا كتكون الجدادة اليومية. هاد الجدادة خاصة بالرياضيات، مثال ديال كاع الجدادات، ولكن هذه خاصة بالرياضيات. كيف ما كتشوفوا فهي كتكون من المستوى، المادة، الموضوع، الأهداف، المكتسبات السابقة، الامتدادات اللاحقة. هادو ضروري أنكم تكتبوا، ضروري تكتبوا الرقم ديال الجدادة، المدة، الأسبوع السنوي، يعني إن أسبوع في السنة. عندنا هنا الأسبوع الرابع، عندنا ترتيب الأسبوع في الوحدة 3، عندنا اليوم 1 والحصة 1، الاسم ديال الأستاذ أو الأستاذة، ثم الرقم ديال الجداده، يعني الرقم ديال الحصه. عندنا هنا الجداده 11، الجيد في الرياضيات يعني الجداده ديال الرياضيات. يمكننا نكتبوا هنا الاسم ديال الرقم ديال الجداده، ولا نكتبوا هنا على حساب اختيار كل استاذ. هنا عندنا المستوى الثاني ابتدائي، الماده الرياضيات، الموضوع انشاء اشكال هندسيه، ثم الاهداف، ما هي الاهداف، يصف الاشكال المستويه، ينشئ المستطيل والمربع والمثلث قائم الزاويه على التربيعات. هاد الاهداف هذه غادي نلقاوها في الجزء الاساسي من هاد الجداده هذه. المكتسبات السابقه، يعني الدري شنو كيعرف من قبل، كيعرف مميزات الاشكال الهندسيه، يعني المميزات ديال المثلث، المربع والمستطيل و الى اخره. ثم الخصائص ديال كل شكل هندسي، واش قائم الزاويه، واش عنده اربعه الاضلاع ولا ثلاثه الى اخره. والامتدادات اللاحقه، يعني شنو الدري غادي يكتسب من بعد، غيكتسب انه غادي ينشا مستقيم وقطعه مثلث مربع ومستطيل ثم قرص. الوسائل اللي غادي نستعملو كيف ما كتشوفوا، صفحات التقطيع اللي كاينه في اخر الكتاب المدرسي اللي كتكون من مربع مستطيل ومثلث قائم الزاويه، كيكونوا من الورق المقوى. والادوات الديداكتيكيه اللي نستعملوها، كاين قالب ورقي للزاويه القائمه، اوراق، شبكه تربيعيه، ثم اقلام، مقص ومسطره. صيغه العمل، كيفاش هذا العمل، واش فردي ولا جماعي. كيف ما كتشوفوا عمل في مجموعات، يعني كنخدموا بشكل جماعي، سواء 6 مجموعات، 8 مجموعات، 4 مجموعات، على حساب القسم شحال فيه من تلميذ. اذا هنا تندخلوا في المراحل ديال الدرس. عندنا المرحله الاولى هي المرحله التمهيديه اللي كتكون فيها فقط 5 دقائق او لا 10 دقائق. عندنا الهدف ديال هذه المرحله هو الحساب الذهني في 5 دقائق. من بعد كنلقاو تدبير الانشطه التعليميه التعلميه اللي على حساب كل استاذ وشنو تيستعمل هو، يعني تدبير ديال كل استاذ. بالنسبه لهذا الاستاذ او الاستاذه، هي عرض بطاقات العدد 4، ويعرض كذلك للمتعلم او المتعلمه تفكيكا له بواسطه بطاقتين عدديين بدون استخدام البطاقه 0، مثلا 1 و3، او لا 2 و2، باش نحصلوا على الرقم 4. كل والعمل ديالو، كل استاذ والتدبير ديالو. من بعد كندوزو للمرحله الاساسيه اللي فيها بناء وتعيين، كيف ما كتشوفوا هنايا عندنا الوضعيه. ثم الاهداف، شحال عندنا من هدف. هنا عندنا 4 اهداف كيف ما كتشوفوا، يعني التلميذ خاصو ينشا قالب للزاويه القائمه عن طريق الطي والتقطيع، الطريقه اللي يخدم بها. ثم يتعرف على المثلث ويسميه بانه مثلث قائم الزاويه، يوظف ذاك القالب للتعرف على المثلث انه قائم الزاويه، كذلك يوظف القالب للتوصل على ان للمربع 4 زوايا قائمه، وكذلك ان المستطيل له كذلك 4 زوايا قائمه، ثم للمثلث انه يحتوي فقط على زاويه واحده فقط قائمه. كيف ما كتشوفوا كذلك هنا عندنا النشاط 1 والنشاط 2، يعني الوضعيات اللي يخدم بها التلميذ. اذا نتمنى انكم تكونوا استوعبتوا شنو هي الجداده، مناش كتكون، وكيفاش غنخدموا في الامتحان. هذه هي الطريقه اللي غتخدموا بها. الا حفظتوها راكم ما غتلقاوش مشكل، يعني كلشي غتكتبوا بسرعه وبشكل جيد وبشكل خصو يكون واضح ومفهوم. اذا نتمنى انكم تكونوا استوعبتوا هذا الشيء اللي قلت. ولا بغيتوا هاد الجداده نرسلها لكم، ما عليكم غير تكتبوا لي في التعليق واش نرسلها لكم عن طريق الفيسبوك او لا عن طريق الواتساب، وانا نعطيكم اما النيميرو ديال الواتساب، ولا غادي نرسل لكم الاسم ديال او لا الرابط ديال الفيسبوك ديالي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.